نواف نبغاك نبغاك تجهز لنا انشوده بعد دقيقه من الان يا جماعه الخير على طار على طار البرايم على طار البرايم وعلى طار بجهز انا ابغى شيء قوي ترى بقول شو انتم معك بس ترقموش الثاني بعد والله كثير كلهم عاد كلكم عاد يا سلام يا جماعه الخير طيب اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله انت الطقم حقك حريقه بس اعطنا دقيقه بس يا حبيبي يا حبيبي لا هو جاي خلاص لا سعدون سعدون جاي مع البنر حق سيف جريدي قايل لك سعدون لايك 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 شير سبسكرايب سعدون تدينا 30 ثانيه تفضل يعني اول شيء انا سعيد بتواجدي بينكم الكلمه هذه المفترض تكون في بدايه اللقاء ما شاء الله لكن لاني حسيت اني في بيتي وكذا وفي ميانه بيننا حلو فخشيت فيكم على طول على طول روح انتم باذن الله تعالى ستكونوا اعلاميي المستقبل باذن الله ويعني ستفخر بكم البلاد وسيفخر بكم كل الناس يا سلام انتم كل واحد فيكم هو عباره عن سفير لاهله جاي يمثل اهله وديرته وجماعته واكيد ان الواحد ما بيطلع في الشاشه الا بالشكل اللي يرضي الله سبحانه وتعالى اولا ثم يرضي الناس اللي قاعد يشوفوه هذولي وعلى فكرة أول شيء أنت قاعد تشوفه وتفكر فيه يعني لما تطلع في الشاشة أي شيء الآن أقول لك سويه بتفكر تقول يا أخي لا وش يقولون الجماعة وش يقولون الناس فهمت الفكرة هذه النقطة ترى جميلة جدا لكن الأجمل منها لما تجي تنزل شيء وتقدم محتوى أيا كان المكان أو أيا كانت المنصة لما قبل ما تجي تقدم الشيء هذا تقول وش يقول الله سبحانه وتعالى عني أنا قلت كلمة زمان وأقول لكم السي اي شيء تبغى تسويه في الاعلام تبغى تصور كي تطلع جوالك وتصور شوف هذا الفيديو بعد ما تموت كيف يعني حاول كذا امشي للزمن الثاني انت بعد ما تموت وتطالع في الفيديو هذا هل بيرضيك ان هذا الفيديو يكون موجود بعد وفاتك او لا اذا كان بيرضيك ان الفيديو هذا يكون موجود بعد ما انت تمشي نزله على طول واستمر وامشي هذا معيار هو المعيار الوحيد ليش ترى الان انت عمرك نفترض 20 25 سنه بعد 30 سنة من الآن شوف اليوتيوب ده هو عبارة عن أرشيف والله العظيم قابلت واحد من الشباب قال أمنيتي عندي أمنية ما سوى شيء قال بس عندي أمنية إني المقاطع القديمة لي أن أحذفها الحمد لله إنه ما فيها شيء يعني سيء وكذا بس هو ما هي معجبته لكنها قبل كم والله يا جماعة الخير إنه له يعني في بعض المقاطع هو مصورها قبل 20 25 سنة شايفين أنتوا كيف لسه الوقت ماشي الدنيا قاعد تمشي فانت الان جاي تقدم ترى برنامج الذواقه كله شهرين ثلاثه صح وحيخلص وحتمشي وحتيجي بعد ثلاثه شهور تفرج مقاطع على اليوتيوب تقول يا الله شوف فانت الان انت الان في الساحه موجود اي شيء تبي تقدمه قدمه الان وعندكم نعمه انه برنامج 6 ساعات بس ترى عندك 18 ساعه تقعد تفكر فيها وش تسوي صح شوف 18 ساعه هذه نام فيها 8 ساعات ثاني حلوين روح بعد كذا العشر ساعات دي سوي يعني فكر عد يا سلام. ايش تقول ايش تسوي ايش ترى في النهايه والله 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 ما حينفعك الا الحاجه اللي تقدمها لله سبحانه وتعالى قدم شيء خلي عندك هدف من رساله والله شوف يا جماعه كم عدد الاعلاميين في الساحه والله العظيم انا اتحداكم منهم مليون في العالم ترى في مليون اعلامي صح ولا لا صح كم البارزين منهم لو جينا عملنا جبنا مشخه كذا شخلناهم كم حيطلعوا قول طلعوا 100,000 صح ولا لا في ال 100,000 ذلك كم يطلع المؤثر اللي يدعو الناس الى خير الى فضيله كم قليلين جدا قليلين صح ولا لا خليك انت واحد من الناس ديل وعلى فكره لا تغرك قضيه الارقام والله العظيم شوف النبي صلى الله عليه وسلم ترى قال الكلام هذا قبل 1400 سنه قال لان يهدي الله بك ايش رجلا شوف ما قال قبيله ما قال قبيله قال شنو رجل. قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ايش من حمرنا تقول كلمه واحده تاثر في اي شخص قدامك يغير اي سلوك له ترى مو لازم يعني يهدي الله مو لازم يهديه من يكون كافر وصل لا 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 هدا والله في أي خلق في أي شيء بإذن الله وفضل الله واسع من خير من إيش من حمر النعم الدنيا وما فيها أنا ما ودي أطول ونقلب الموضوع لكن خمس دقائق عباس عادي الدنيا حلوة أمو البرنامج حقي فيا شباب يا جماعة الخير شدوا حيلكم خلي عندك أنا كلمة الأخيرة اللي بقولها خلك هدف وقيمة ورسالة تقدمها من خلال ظهورك والله إذا ما عندك قيمة ولا عندك رسالة والله وتالله وبالله اجلس في بيتك ابرك لك عشان ما تكسب سيئات احسن لك من تقعد في البيت ما عليك شيء تدري عباس انك بس. طولت صح حقيقي طولت بس طول صح لكن يزن التطويله ذي يا حبيبي والله ما طول من حرص ولا قال كلام يعني الا الاخوانه يعني يا حبيبي نواف تفضل يلا نواف عطنا لا احد يصفق